بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا داعم الفضل على البرية، يا باسط اليدين في العطية، يا صاحب الفضائل السنيه، صل على محمد واله خير الورى سبيله، واغفر لنا في امانكنا في اهل العشيه. اللهم اني اسالك برحمتك التي وسعت كل شيء، وبقوتك التي قهرت بها كل شيء، وقضى على كل شيء وذلل كل شيء، وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء، وبعزتك التي لا يحب لها شيء، وبعظمتك التي ملأت كل شيء، وبسلطانك الذي على كل شيء، وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء، وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء، وبعلمك الذي أعطى لكل شيء، وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء، يا نور يا قدوس، يا أول الأولين ويا آخر الآخرين. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحتك العصر، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النفر، اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تغمس الدعاء، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء، اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها. اللهم الذنوب التي تحبس الدعاء،
اللهم عظم سلطانك وعلامك
أكو بعض الناس يفكرون يوم القيامة العذاب بس بالنار. دير بالك شنو الشيء اللي تكرهه بالدنيا يعاقبوك بي وين بالآخرة. انت تضوج من القعدة هواي يقعدونك بالآخرة هواي. مو كان يعذبون الملاعين الصداميين؟ مو كان يعذبون شيعة أمير المؤمنين يربطونهم على سلاسل بالقاه؟ هاي منين؟ ضعف بدني تمام؟ دير بالك لا تفكر عبالك بس نار. اشعر بالتقصير واعترف لله دوما. إذا كنت صادقا استجاب الله لك كطرفة عين كلمح البصر. اصدق مع الله يستجيب لك. الله أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين، لا تضره أن يعطيك شيئا. اللهم تقبل وارحم شدة ضري وفكني وساقي. يا رب ارحم ضعف بدني ورقة جلدي ودقة بعد توحيدك وبعد من طوى عليه قلبي من معرفتك ولهجا به لساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبك وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك. أو تبعد من أبغيته أو تشرد من أويته أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمته. وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقة وبشكرك مادحة وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققة وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعة وعلى جوارح سعت إلى أوطان تعبدك أشارت باستغفارك مذعنا. ما هكذا ظنوا ما هكذا ظنوا ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم يا رب يا قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكثى يسير بقاء قصير مدة. فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل مكاره فيها وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهل
السماوات والأرض يا سيدي فكيف بي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين يا إلهي وربي وسيدي ومولاي لأي الأمور إليك ولما منها ضج وفرقت بيني وبين أحبائك وأولياء إلهي على هاي جمعتنا واجمعنا في سفينة الحسين يا الله إلهي لا تفرق شملنا إلا بخير بحوائج مقضية ولا نسألك إلا شفاء المرضى إلهي أطلق كل سجين له ذر يرزقه ولدا صالحا بارا تقيا يا الله فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك وهبني يا إلهي صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك أم كيف أسكن في النار أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لأضجن إليك بين أهلها ضجيج الآملين ولأصرخن إليك صراخ المستصرخين ولأبكين عليك بكاء الفاقدين ولأناديَنَّك شغلة أين كنت يا ولي المؤمنين أين كنت يا ولي المؤمنين يا أمير المؤمنين أين كنت عندما جف الشمر على صدر الحسين أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته وذاق طعم عذاب باب معصيته وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرته وهو يضج إليك ضجيج مؤمن لرحمته ويناديك بلسان أهل توحيدك ويتوسل إليك بالله.
فضلك ورحمتك أم كيف يحرقه لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانه أم كيف يجتمع عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفه أم كيف يتقلقل بين أطباقها وأنت تعلم صدقه أم كيف تزجره زبانيتها وهو يناديك يا رب أم كيف يرجو فضلك في عتقه من وهو تترك فيها هيها ولا مشبه لما عملت به الوحيد وإحسانه فباليقين أقطع لولا ما حكمت به من تعذيب جاحدي وقضيت به من إخلاد معاندي لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كانت لأحد فيها مقرا ولا مقاما لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تخلد فيها المعاندين وأنت جل ثناؤك قلت مبتدئا وتطولت بالإنعام متكرما أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبته وكل قبيح أسررته كل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلته بحفظ ما يكون مني وجعلته شهودا علي مع جوارحي وكنت أنت الرقيب علي من ورائه والشاهد لما خفي عنه وبرحمتك أو إحسان فضلته أو بر نشرته أو رزق بسطته أو ذنب أو خطأ تستره يا ربي يا ربي.
ربك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك معمورا وبخدمتك موصولا وأعمالي عندك مقبولا وزيارتي عندك مقبولا حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا وحالي في خدمتك سرمدا يا وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أسرح إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في البارزين وأشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدنو منك دنو المخلصين وأخافك مخافة الموقنين وأجتمع في جوارك مع المؤمنين وأجتمع في جوارك مع الحسين وأجتمع في جوارك مع وأجتمع في جوارك مع أمير المؤمن اللهم ومن أرادني بسوء فأرد ومن كادني فكاد واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك وأقربهم منزلة منك وأخصهم زلفة لديك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك وجد لي بجودك واعطف علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك متيما ومن علي بحسن إجابتك وأقلني عثرتي يا الله واغفر فإنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة وضمنت لهم الإجابة وضمنت لهم يا الله وضمنت لهم فإليك يا ربي نصبت وجهي وإليك يا ربي مددت فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي ولا تقطع من فضلك رجائي واكفني شر الجن والإنس من أعدائي يا سريع
كثيرا. مفروض عن الناس حبك يا علي، مفروض عن الناس حبك يا علي، عالك رب العرش عالك غصبا عن عناك يا فتاة. مفروض عن الناس النجيب الشيخ كاظم من دول كربلائي يلقيها عليكم عن ذو الزغير الغادي. يا علي استصفاك ربك صفوة من عصفة وجابة، وانت قنديل محكام يظهر بوسط السعادة، وانت بالست الجهات موكل بنفس الإرادة، قدرك ربك قدرك تسير قدسي صورك لاهوت جوهر مصدرك، وقدس بحبك عباده، وقدس بحبك عباده، يكفيك تقدير من رب السماء، يكفيك تقدير من رب السماء، من اسمه شد اسمك وسمى نصبا على مفروض Come on.
معجزاتك وآية معجزاتك ما نعتجي بيك ونذر بقدرتك ما نعتجي بيك ونذر بقدرتك من قدرة الله تسيرنا هلا هي هلا هي حاب غصبان مفروض عن الناس حبك يا علي مفروض عن الناس حبك يا علي علاك رب العرش علاك غصبا على أعداء حبك حمل والاك غصبا على اعداء غصبا على اعداء مفروض عن الناس حبك يا علي مفروض عن الناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين